مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع. هذه هي لبخي ماتينال، انتم تسمعوا فينا على 103.6، تفرجوا فينا على قناة اليوتيوب متاعنا اكسبريس اف ام. كل عادة مازلنا مواصلين معاكم، بعد شوية نشوف مع بعضنا اهم الاخبار اللي صايرة في تونس وفي العالم، لكن تو دسويت نمشي نشوف اهم ما يميز حالة الطقس لليوم 24 جانفي 2024. كيف نشوفوا اهم الاحداث المنتظرة على الصعيد الوطني في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها مع الزميلة سهيلة السمعي وكذلك زميلة لبنى البتة. خير أمال، صباح الخير للناس اللي تسمع فينا الكل. نبدأ فقرة الأحداث المنتظرة بوزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمال بالحاج موسى، اللي تتولى افتتاح وحدة لدعم قدرات الأولياء والتعهد بأبنائهم ذوي اضطرابات التعلم بمقرها الكائن 7 شارع الحبيب بورقيبة الطابق الخامس أريانا، وذلك اليوم 24 جانفي 2024 على الساعة 1:30 بعد الزوال. باش يتم اليوم 24 جانفي 2024 تنظيم ندوة لاختتام مشروع أوتخمون بنزل القصبة بالقيروان، ويشار أن المشروع هذا يهدف إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة في القيروان، وبالتالي إلى تحسين جودة حياة متساكنيها ودعم جاذبيتها من الناحية الاقتصادية والسياحية. ويعتمد المشروع على مقاربة مبتكرة لتصور وتخطيط المدينة تسمى التخطيط الحضري التكتيكي، واللي باش يكون ذات كلفة منخفضة وسهلة سريعة الإنجاز مع تشريك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وأطراف أخرى معنية في ذلك. يؤدي وزير الشباب والرياضة كمال الزقيش اليوم 24 جانفي 2024 انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا زيارة ميدانية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بولاية أريانا، يستهلها بزيارة أشغال دار الشباب قلعة لندلس، ثم تليها دار الشباب أريانا، ثم القاعة متعددة الاختصاصات بحي التضامن والقاعة متعددة الاختصاصات بالمنزه 7. هكا نكون كملنا فقرة الأحداث المنتظرة لليوم، إن شاء الله نهاركم زينة. رجعنا لكم في البريماتينال، بعد شوية نشوفوا مع بعضنا أهم ما يميز الحركة المرورية اليوم في تونس. تو دسويت بون نوفيل، وباش نحكيو على استغلال جس الرابط بين الطريق الوطنية رقم 7، يكون هذا الانطلاق في الأيامات القليلة المقبلة. نشوف أكثر التفاصيل مع زميل أسامة السويعي في بون نوفيل. تم إعطاء إشارة انطلاق استغلال الجسر العلوي للرابط بين الطريق الوطني رقم 7 وحي البرتقال بمدينة منوبة، وفتح الجولة العمومي بالاتجاهين على طول يفوق 279 متر مربع وبالممر العلوي الخاص بالمترجلين الموازي معه، في إنجاز بلغت تكلفة متاعه 9.4 مليون دينار. وهو مشروع يندرج ضمن إطار استكمال الهندسة المدنية على طول الشبكة الحديدية السريعة، والتي تشمل أيضا نفق السفلي المار تحت السكة الحديدية بمحطة الروضة على طول 176 بكلفة 8.6 مليون دينار، والذي يندرج ضمن السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية والرؤية الاستراتيجية لقطاع النقل في أفق سنة 2040. La bonne nouvelle. رجعنا لكم في البريماتينال كالعادة، مازلنا مواصلين معاكم، بعد شوية نشوفوا مع بعضنا أهم الأخبار اللي صايرة في تونس وفي العالم بالتأكيد، باش نرجعوا على أهم ما تم إدراجه ربما ولا الحديث عليه مؤخرا من قبل وزارة المالية، لكن تود سويت نمشي نشوفوا كيما اليوم. كيما اليوم، صباح الخير الناس الكل. كيما اليوم لنهار 24 جانفي عام 1981 انعقاد مؤتمر القمة الإسلامية في الطائف في المملكة العربية السعودية، عام 83 سقوط القمر الصناعي بالمحيط الهادي، عام 2002 اغتيال القيادي السابق في حزب الكتائب اللبنانية بتفجير عبوة ناسفة في بيروت. نواصل مع 24 جانفي 2006، مجلس الأمة الكويتي يصوت بالإجماع على إعفاء أمير دولة الشيخ سعد العبدالله الصباح من منصبه لعدم قدرته الصحية، ونقل السلطات الأميرية إلى مجلس الوزراء
وذلك حسب الدستور. عام 2012 صدور بيان باسم مجموعة جديدة باسم جبهة النصرة لأهل الشام يعلن مسؤوليتها عن هجمات ضد أهداف عسكرية ومدنية في دمشق ومحيطها. عام 2020 صار زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب ولاية معمورة العزيز في شرق الأناضول في تركيا ووفاة 22 شخصا وإصابة المئات. ونختمه بعام 2022 وين صار بدء التصويت في انتخابات الرئاسة الإيطالية لاختيار الرئيس 13 للجمهورية الإيطالية. كانت هذه كيما اليوم الموافق لنهار 24 جانفي. كيما اليوم أناليز بوختيان. اليوم 24 جانفي 2024 صار صرف الدينار التونسي مقابل الأورو يطلع ب 3.38 دينار. نحكيه على سعر صرف الدينار مقابل الدولار زاد ب 3.10 دينار تونسي. سعر الذهب اليوم شهد انخفاض ب 5.2 دولار تقريبا ب 16 دينار تونسي. نحكيه على سعر جرام الذهب عيار 18.152 دينار وسعر جرام الذهب عيار 24.203 دينارات. احنا مازلنا مواصلين معاكم في البخي ماتينال. تود سويت نمشيو للشيفر فار وين باش نحكيو على انتاج الكهرباء بمنطقة الخبنة من ولاية سيدي بوزيد اللي تم بالطاقة البديلة. نحكيو على مرحلة الأشغال الأولية اللي باش تنطلق في شهر ماي المقبل في سيدي بوزيد. نشوفوا أكثر تفاصيل في شيفر فار مع الزميل أسامة السويعي. شيفر فار. في إطار متابعة مشروع أحداث محطة إنتاج الكهرباء وأشغال موقع المحطة الفولتا ضوئية بالخبنة من معتمدية المزونة المبرمج على مساحة 100 هكتار وبكلفة تقدر بحوالي 130 مليون دينار، تم التأكيد مؤخرا على أهمية هذا المشروع النموذجي المندرج ضمن البرنامج الوطني للتنمية المستدامة في مجالات الطاقات المتجددة على درب الانتقال الطاقي في بلادنا. الأشغال من المنتظر أنها تنطلق في شهر مايو 2024 على مدة 14 شهر، نهايتها تكون في شهر جويلي 2025 وبداية استغلالها في نفس الفترة بطاقة إنتاج تقدر ب 50 ميجاوات. شوي نشوف مع بعضنا أهم ما يميز الحركة المرورية اليوم في تونس، لكن تود سويت نمشيو في جولة في أهم الأخبار اللي صارت مؤخرا في إكسبريس أفام في كل البرامج. تود سويت نمشيو لزابينج إكسبريس. زابينج إكسبريس. صباح الخير الناس الكل، مرحبا بكم في زابينج إكسبريس، الفقرة اللي نرجع فيها على أهم ما صرح به ضيوفنا نهار البارح. المختص في الجباية محمد صالح العياري كان ضيف برنامج إكسبريسو وتحدث على إصدار القرار المتعلق بالعفو الجبائي من قبل وزارة المالية وانطلاق العمل لدخول الإجراءات حيز التطبيق، كما تطرق إلى الحالات اللي يشملها العفو الجبائي. عند إصدار قرار السيدة وزيرة المالية بالطبيعة سيبدأ العمل إن شاء الله، أنا نقول خلال الأسبوع هذا، قد فما منظومة الإعلامية يلزم أنها تكون محينة ليقع دخول هذه الإجراءات حيز التطبيق. احنا كنا نعملوا تذكير سريع للعفو الجبائي. الحاجه الباهيه نقولوا حاجات ممكن سلبيين وحاجات باهيين. قانون المالي لسنه 2024 تم تدارك هذا الامر وتم التخفيض في بعض الحالات من خطايا التاخير وخاصه تسقيف خطايا التاخير لكي لا تتجاوز مستقبلا اصل الاداء. يعني ابتداء من غرجان في 2024 لا سبيل اليه باش تكون الخطايا تتجاوز مبلغ اصل الاداء، اللي في 23 عندنا حالات اللي الخطايا بالطبيعه تجاوزت اصل الاداء، وبالتالي اللي عندهم ديون في غرجان في 2024 هم مشمولين بصفة آلية بالعفو الجبائي. رجب اللومي رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية الكندية كان بدوره حاضر في برنامج إكسبريسو، والموضوع كان الولوج إلى التمويلات في كندا خاصة بالنسبة للشركات الناشئة. ذويك البريود بحناش لبس اسمه باش قاعد ماشي بالبدا، اما برشا ظروف على الاقل ثم دي ميكانيزم تاع قبل كانوا موجودين عندنا كيما لي ديغرافمون فينونس، هي كيما ديغرافمون سورتو ديغرافمون فيزيك. لو ديغرافمون فيزيك سي تري انتريسون، معناها بيرميتر دو انتربريز دانفستير دو ديدوير ان بو معناها لو مونتون دانفستيسمون دو لاسيت امبوزابل. هذا قلنا سي بور بوستي ان بو لانفستيسمون. هذو اهم التوصيات اللي قداهم احنا وطلبناهم من وزاره الماليه. بيان سور ثم يا بوكو دوتر شوز اوسي، فما الكومبونساسيون بين الامبو من نفس النوادر قبل كان موجود، بعد نحب نرجعوه باسكو الى دوني
هذا سيفيروي كمان سي امبورطون. فوزي الزيني المختص في الشأن الفلاحي ورئيس جمعية تونس الزيتونة كان له تدخل هاتفي في برنامج شارع التونسي، والموضوع كان ارتفاع عائدات تونس من تصدير زيت الزيتون. الموسم هذا 24 متوقع أنه نعمله رقم قياسي يناهز 4500 مليون دينار من عائدات العملة الصعبة اللي عمرنا اللي عملناها، معناه أقصى حد كنا في السابق ما بين 2200 إلى 2500 مليار. وهذا طبعا شيء إيجابي اللي خلينا نستبشر خير، اللي يدينا معناها نفهمه أنه قطاع زيت الزيتون من أهم القطاعات على مستوى التصدير بالمقارنة مع عائدات عملنا بالخارج بالنسبة للسياحة والفوسفات، يتبوأ مكانة كبيرة ثابت لكن لا بد من دعمه. برنامج الشارع التونسي تطرق أيضا إلى موضوع السيارات الشعبية وتسهيل الإجراءات، إجراءات الحصول على سيارة شعبية. التفاصيل حكى عليها مهدي محجوب نائب رئيس غرفة وكلاء وبيع السيارات. برنامج هو 8000 سيارة مقسومة على الوكلاء هذوما، دونك باش يكون فرد مستوى معناتها متاع عمناول إن شاء الله، على خاطر عمناول كما تعرف وزارة التجارة زادت في صار نقط في السيارات الشعبية، زادت لكل وكيل 250 سيارة باش نجموا نخلطوا 8000. دونك الهدف اليوم مع وزارة التجارة هو وصول 8000 سيارة شعبية في سنة 2024، كل شهر ونص فما أريفاج بتاع السيارات، إن شاء الله يكون عام سنة نجموا نخلطوا نجيبوا 8000 هذوما سيارة. والجديد اللي كونه صار تحديد سقف سعر من طرف وزارة التجارة 35,000 دينار، 35 مليون هو أقصى سعر في سعر سيارة شعبية العام 2024. كانت قبل ما عنده حق في سيارة شعبية إلا اللي يخلص 5 ملايين أمبو في العام، اليوم الشريحة ولت أكثر على خاطر اللي عنده حق في سيارة شعبية هو اللي يخلص 10 مرات سميك مع ما يقارب 4000 دينار في الشهر، وإلا كي يبدأ متزوج الزوجين مش يفوتوا 15 مرة سميك معناتها ما يقارب الشهرية بنزول 6000 دينار، فهذا ولا شريحة أكبر والسيارة ولت أرخص. هذاك علاش الاقبال على السياره الشعبيه. الدبلوماسي الاسبق نجيب حشينا كان ضيف برنامج ايكوماج وتحدث على العلاقات الخارجيه لتونس والاكاديميه الدوليه الدبلوماسيه اللي تم تدشينها مؤخرا ودورها في الاطار هذا. في العلاقات الخارجيه ليست هناك ثوابت، ويخطئ من يقول هناك ثوابت، هناك كتلة مصالح ولا ثابت إلا في العلوم الصحيحة مثل الماتيماتيك. لازم نكونوا حذرين، هذا منين يجي؟ من الاستشراف والتحاليل الجيدة. إلا هذه على نقولها بكل صراحة مازالت نقطة ضعف إن شاء الله. علاش قلت لك أنا ذكرت الأكاديمية؟ إن شاء الله الأكاديمية تنكب على هذا الموضوع، مش للدبلوماسيين الجدد، حتى للدبلوماسيين المباشرين دورات تدريبية، لأنه كما البلدان الأخرى الكبيرة نشوفوا فيهم في دائما يقوموا بالرسكلة، ما يسمى بالرسكلة، لأن كما قلت لك الأمور قاعدة تتغير بسرعة. احنا بهكا نكونوا كملنا زابينج إكسبريس لليوم، نتقابلوا غدوة في زابينج جديد. زابينج إكسبريس البريماتينال كالعادة، الموعد هذا يكون فيه حاضر معنا سي مراد جميني عن المرصد الوطني للسلامة المرورية. صباح النور سي مراد. صباح الخيرات أمال ليك وكافة الفريق العامل معك وكل لوفية إذاعة إكسبريس أفهم، شكرا على الاستضافة. شكرا ليك لقبولك تفاعلك معنا. إذن اليوم 24 جانفي 2024، كيفاش من المتوقع أنها تكون الحركة المرورية اليوم في تونس؟ شكرا. حركية كثيفة من المتوقع باش نتحوى في عديد المحاور على غرار المسكة الجنوبي للعاصمة، من الضغطة تكون حركة كثيفة خصوصا أمام مستشفى الفروق وتتواصل إلى حدود محاور شارع الجمهورية، حي النجاح على مستوى الملاسين، كذلك على مستوى 200 ريال على مستوى حي بني لزغم بيئة الحال ولاية أريانا، نتوقع باش تكون فما حركة فيها كثافة مدرية، شارع مصطفى محسن كذلك على مستوى برج بوزير، المعلقة على مستوى كرتاج، وشارع 14 نافي كذلك على مستوى سيدي بوسعيد، نتوقع باش تكون فيها حركية فيها كثافة مدرية، شارع 9 أبريل، وهذا ثلاثة من ساحة باب سعدون وصولا إلى ساحة القصبة، نتوقع باش تكون فيها حركية فيها كثافة مرورية، نفس الشيء على مستوى الروتيكس وهذا ثلاثة من دندان وصولا إلى محاول المطار، نتوقع باش تكون حركة كثيفة خصوصا على مستوى البارتو، وكذلك على مستوى حي الرمانة، نفس الشيء على مستوى مدخل مدينة العلوم، وين تنفرج الحركة شيئا فشيئا، نمشيو نهج الساحل كذلك على مستوى المحور هذايا واحنا ماشيين حتى ساحة 13 أوت الوردية، نتوقع باش تكون فما حركة كثيفة، شارع محمد الخامس وهذا تلاقى مساحة الصور وصورة لقى ساحة 14 جنبي حركية كذلك نتوقعها بشكون كثيفة على مستوى ساحة الصور
نفس الشيء على مستوى شارع البيبراي وشارع خير الدين باشا، هذا بطبيعة الحال إلى جانب شارع المملكة العربية السعودية. مستعملي الطريق عندهم زوج فرضيات، المحور هذا ما يجيبه على شارع الطيب المهيري وإلا شارع الحرية اللي هو يكون فيه أقل كثافة في الجوانب. طبعا نصايح المرصد الوطني لسلامة المرور بطبيعة الحال هي باش تكون معناها موجهة إلى التخفيض من السرعة بالنسبة لمستعملي الوسائل النقل. نفس الشيء نبعدوا على استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة، وردوا بالنا على المترجلين خصوصا اللي هما معناها فيهم المسنين، فبالتالي وجب علينا نعطيهم المجال الأرحب حتى تكون عملية شق الطريق بالنسبة لهم بأمان. إن شاء الله التفاعل يكون إيجابي من عندي لتعدين السوق ويسمعوا فينا. إن شاء الله تنيازينا ويوم سعيد لنا كل إن شاء الله. شكرا لك سي مراد جبيني، كنت معنا عن المرصد الوطني للسلامة المرورية على كل هذه المعلومات. إذن توت سويت نمشيو الرونديفو إكسبريس. Rendez-vous express. يصبح النور، يصبح الورد، مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع. هذه هي لبخي ماتينال، بعد شوية في برنامج إكسبريسو مع وسيم بالعربي وكامل الفريق باش نحكيه على المجال الطاقي، نحكيه مع الخبير الدولي في مجال الطاقة الأستاذ عز الدين خلف الله، نحكيه معه خاصة على أهم تأثيرات ارتفاع أسعار النفط في ليبيا على المحروقات في تونس. كيف نحكيه سياسة وين يكون حاضر معنا الأمين العام لحزب العمل والإنجاز الدكتور عبد اللطيف المكي، نحكيه مع على تقييم الحزب لنظام 25 جويلية، شنو رأيه من الانتخابات اللي قاعدة تصير في تونس، كيف هل أنهم مشاركين وإلا لا في الانتخابات، وشنو ربما أهم كان فما برامج وإلا مشاريع قاعد يخدم عليها الحزب في الفترة المقبلة. اليوم زادة باش نحكيه رياضة، باش يكون حاضر معنا لاعب الدولي كريمة حق، نحكي مع على حظوظ تونس للفوز في مباراة اليوم، دونك حظ موفق للمنتخب الوطني التونسي وان شاء الله يا ربي بكل النجاح وكل التوفيق. احنا هكا نوصلوا لختام حصتنا في البريماتينال، نتلقاو غدوه في نفس الموعد ونفس التوقيت. نشكر برشا من السيسي وسيم بن عمار القائمين على تامين الحصه من جانب التقني والرقمي اجمل. تحيات امل هاني، باي باي بسلامه.